على العلامات، استعدوا، هيا. لننطلق بسرعة لننهي السباق، فلننطلق بأقصى سرعة. فقد بدأ السباق فهيا بنا نسرع، سنسير على الطريق، هيا نسرع ونزيد من السرعة. سنسير على الطريق، هيا نسرع ولن نتوقف، ننطلق بكل إصرار ونشعل الطريق، هيا نسرع من الطويل، هيا نسرع بسباقنا الطويل، هيا بسباقنا الطويل، هيا بسباقنا الطويل. أوه لا، إنه بليز وسيارة السباق، لأفعل شيئا ما أو سيلحقون بي. حسنا، لا تضغط على الزر الأحمر، إنه يجعل الطريق يسقط ويتكسر. يسقط ويتكسر؟ هذا ممتاز. احترسوا. لا، الطريق مكسر. يبدو أنني سوف أفوز هذه المرة. لابد أن نعبر هذا وإلا لن نصل إلى 100 ميل. مهلا، انظروا للأسفل، قطع من الطريق تطفو فوق المستنقع. أعتقد أننا وجدنا الحل الذي نستخدمه لإصلاح الطريق. لإصلاح هذا الجزء الأول، نحن بحاجة إلى قطعة لها حافة من جانب وشكل دائري على الجانب الآخر. أي قطعة لها حافة على جانب وشكل دائري على الجانب الآخر؟ هذه القطعة. نعم، لكن كيف سنخرجها من المستنقع؟ يمكننا المساعدة. إنه سوبس وجابي. ربما تحتاجون بعض المساعدة. قطعة من الطريق إليكم. سوبس لعلى. هيا جميعا، هيا نصلح الجزء التالي من الطريق. يبدو أننا نحتاج قطعة لها شكل دائري من جانب واحد وبحافتين على الجانب الآخر. أي قطعة لها شكل دائري من جانب واحد وله حافتين على الجانب الآخر؟ هذه. حسناً، أمسكتها. يا متسابقون، انظروا، اللافتة تقول أننا اجتزنا 99 ميلاً. هذا يعني أنه يتبقى ميل واحد على خط النهاية. لا، لكن كراشر متقدم. ماذا لو استخدمنا السرعة القصوى؟ رائع. لتعطونا السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل، بسباقنا الطويل. أنا بيكي تشيكر فلاج، مراسلتكم من سباق 100 ميل. السؤال الكبير هنا في عقل كل شخص، من الذي سيعبر خط النهاية أولاً؟ أوه، انظروا، ها هي سيارة كراشر. سأفعلها، سأفوز. لكن انتظروا، هناك الكثير من السيارات القادمة خلفه، وها هي قادمة بسرعة. أسرعوا جميعا، ها هو خط النهاية. كدت أن أصل، كدت أن أصل. دعونا نستمع إلى أبطال سباق 100 ميل. هيا، فيندر، داش، رالي، وفي أول مركز بليز.
بليز، إنها مروحة سووبس. وراءها يا إي جي. واو واو واو. بليز احترس. ما هذا؟ لا مزيد من المسار. لا، إن المروحة تبتعد، لكن لابد من طريقة لنتبعها. يا شاهد هذا، زر. ها، ترى ماذا يفعل؟ طريقة وحيدة لكي نعرف. يا لم أرى مسار سباق أعلى منه من قبل. يا يسير فوق الجبال وخلال السحاب. إنه مسار السماء. هيا، إذا سلكنا مسار السماء يمكننا اللحاق بمروحة سووبس. مستعدون؟ هيا انطلقوا. هيا بسرعة، هيا بسرعة، هيا ننطلق على الطريق. سوف نظهر قوتنا ولا أحد سيوقفنا. هيا أعطني السرعة الآن. هيا ننطلق، هيا بنا، هيا. يا انظر، مروحة سووبس تطير خلال هذه الغيوم. لكن هذه غيوم عاصفة وتصنع كمية كبيرة من البرق، يبدأ بتصادم قطرات الماء بالسحابة ببعضها البعض. التصادم يحدث نوعاً من الطاقة تسمى شحنات كهربائية، وهذه الشحنات الكهربائية تنطلق من السحابة كبرق. واو! إذا أردنا اللحاق بتلك المروحة علينا الابتعاد عن السحب التي تحتوي على الشحنات الكهربائية، السحب التي تصنع البرق. احذر يا بليز، سحابتان أمامنا. انظروا بحذر، أي السحابتين بها شحنات كهربائية؟ هذه، نعم. بسرعة، أسلك الطريق الآخر. حسناً، صرنا بعيداً عن البرق. استعدوا، سحابتان، أي سحابة بها شحنات كهربائية؟ هذه السحابة. نعم، نجحنا. وانظروا، إنها المروحة أمامنا تماماً. أوشكنا على الوصول إلى نهاية المسار. هذه فرصتنا الأخيرة، علينا الإمساك بالمروحة قبل انتهاء مسار السماء. نحتاج إلى السرعة القصوى. لتعطوني سرعة قصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. أمسكناها. تمسك يا سووبس، نحن قادمان. ما الأمر يا ليتل بيرد؟ سووبس انظر. إنه بليز وقد أحضر مروحتي. حسناً، الآن أنزلها تماماً هنا ببساطة وسهولة. مروحة واحدة آتية. مثالي. حسناً يا سووبس، هيا انتظري الآن بينما أعيد تثبيتها. هيا الآن يا سووبس، مروحتك لن تخرج مجدداً. انطلق يا سووبس، هيا أدرها. حسناً، هيا بنا. واو، إنها تعمل. نعم، انظروا إلي، انظروا إلي، أنا أستطيع الطيران. إنه يستيقظ.
من الذي يستيقظ؟ تمسكوا جميعا. لا، حاصرنا الثعبان. إذا لم نتمكن من الخروج لن نصل إلى عجلة الأمان ولن نحقق أمانينا. أو لا، مستحيل، سأقود للخروج من هنا الآن. حسناً، على الأقل حاولت. لن نصل إلى عجلة أمانينا. انتظروا لحظة، أرى طريقاً للخروج من هنا. كيف يا بليز؟ نحتاج فقط قوة الجاذبية. يا يبدو هذا مثيراً. الثعبان التف حولنا في دائرة، لذلك كل ما علينا هو السباق حول الدائرة، وإذا سرنا بسرعة قوة الجاذبية ستكون قوية لتوصلنا إلى نهاية الطريق بالأعلى. نعم، لنفعلها. حسناً، طبعاً، لكن من سيسير بسرعة؟ يمكننا مع السرعة القصوى. لتعطونا سرعة قصوى قولوا هيا يا بليز. هيا يا بليز. يا رفاق، انظروا، ها هي عجلة الأمان. سنحقق أمانينا أخيراً. أنا أعلم، هيا نتمنى ما أريد، أكبر كأس في العالم. أو يجب أن نتمنى ما أريد، المخللات. أو ماذا عن مثلجات ساندي عملاقة؟ أو بعض الألعاب النارية. كل الأفكار رائعة، لكن تذكروا، عجلة الأمان يمكنها تحقيق أمنية واحدة فقط. لكن من الذي يحصل على أمنيته؟ أنا أعتقد أنه بليز. أنا؟ نعم، لا أحد كان يمكنه الوصول إلى هنا بدونك. جعلتنا نعبر من التماسيح وأقدام الفيل. ولا تنسى الثعبان العملاق. أظن أنه أخرجنا من كل المعوقات هناك. اذهب إليها يا بليز وحقق أمنيتك. حسناً، انتظروا لحظة، أنا أعلم ماذا سأتمنى. قد تمنى كأساً به مثلجات وفوقه مخللات وألعاب نارية. نعم، أمنيتي كانت تحقيق أمنية كل منكم. هيا جميعاً، هيا نحفر. هذه أمنية لذيذة يا كراشر، يجب عليك أن تجرب هذه المخللات. إنه لامع جدا. مرحبا أيها الوسيم. بليز، لقد حققت الأمنية المثالية. أمنيتي أن أشارك أصدقائي هي أفضل أمنية على الإطلاق.